مرحبا أصدقائي من صفحة لك بوت فكوالتي، واليوم موضوعنا مثل ما وعدتكم كيفية حفظ الأكل بحافظات الطعام وبقاء سليم لحين أكله، وخاصة لأطفال المدارس. وطبعا هو لكل شخص ياخذ وجبات الأكل وياه بمكان العمل أو الدراسة وعلى حسب منظمة سلامة الغذاء. أول شيء لازم نعرف اللي يسبب تكاثر الجراثيم والبكتيريا بالأكل ويسبب فسادها هو بقاء الأكل خارج التبريد أو مصادر البرودة لأكثر من ساعتين بدرجة حرارة 32. لذلك إحنا لازم نفكر بمنتجات وطعام يتحمل درجة حرارة الغرفة لفترة، يعني مثلاً الخبز، البسكت، الجزر أو أنواع الفاكهة والخضروات اللي تكون غير مقشرة، السندويتشات اللي تحتوي البيض، الدجاج، اللحم، هاي الأشياء دائما تحتاج برودة، وإذا لا حتتلف، وخاصة إذا حطينا أشياء تساعد على تلفها مثلا الطماطم، الخس، المايونيز، كلها أشياء تساعد تكون بؤرة ملائمة لنمو تكاثر الجراثيم وفساد الطعام. وخاصة إذا كنا نستعمل حافظة الطعام تحفظ البرودة أو ما عندنا أشياء اللي تبقي الأكل بارد لفترة طويلة، مثلا اكياس الثلج او اكياس التبريد اللي خاصة بحافظات الطعام اللي تحفظ درجة حرارة الاكل بارد لحين وقت الغداء. وايضا منظمة اليو اس دي اي تنصح بتحضير وجبات الاكل للاطفال وضعها بالثلاجة قبل يوم لاكتساب اكثر شيء برودة، وايضا اذا قدرنا نجمد السندويتشات على مود الى ان توصل وقت الغداء هي تكون واصلة درجة حرارة الغرفة. وايضا على حسب منظمة اليو اس دي اي بانه بقايا الاكل اللي ترجع بحافظات الاطفال لازم نرميها، لانه بقايا الاكل اذا كان السندويش او بقايا الفاكهة هي تعرضت لفترة درجات حرارة طويلة بدون تبريد وممكن تكون فاسدة، ولذلك يجب رميها. ومع الاسف لتقليل الهدر لازم احنا نعرف الاطفال الكمية اللي ياخذوها وياهم للمدرسة اللي تكفيهم فقط، ما نحط اكثر لان مود نتجنب رمي الاكل، لذلك نجنب اطفالنا خطر الاصابة بالتسمم الغذائي. وإذا أعجبكم الفيديو شاركوه لتعم الفائدة، وأيضا تابعوني يوم الاثنين إن شاء الله تكملة عن أحسن حاويات طعام للأطفال ممكن نقدمها ومعنى العلامات اللي موجودة على حافظات الطعام للأطفال. شكرا لكم، سندس خبيرة الجودة، السلام.